مرحبا بالجمهور المغربي ومرحبا بسي عماد ايسكي. ميرسي. ابا والحدث القاري، حدث دوري الابطال الافريقي، مدينه ابا النيجيريه الراقده وسط الادغال غير بعيد عن الحدود الكاميرونيه، مدينه لا تتوفر على المنشات القادره على احتضان مباراه من مباريات كاس عصبه الابطال الافريقيه، سواء على مستوى الملاعب او الفنادق او الامن الذي يعد معضله حقيقيه لزوار هذه المدينه. ابا تعتمد على التجاره في مفهومها البسيط وتفتقر للجانب الخدماتي، مناخها مداري يشهد نسبه مرتفعه من الرطوبه. ساكنة المدينة مسيحية الديانة، المدينة تتوفر على ملعب واحد يستعمله فريق أبا في التدريبات وفي المباريات المحلية والقارية. عبد الرحمن، أول ما وصلتوا مدينة أبا، يعني كيفاش لقيتوا الأجواء في مدينة أبا؟ مدينة أبا كما كيعلم جميع الدول الإفريقية عامة، فما مدينة أبا أول حاجة أنها ما كتحتويش على ملاعب التدريب، ما كاينش فنادق على مستوى، يعني الجمهور في مدينة أبا كيفاش؟ الضوء الوحيد اللي كاين في مدينة أبا هو الجمهور ديالها اللي جمهور رياضي 100%. نعم عبد الرحمن، الآن نشوف رحلة الوداد إلى نيجيريا، انطلقت ليلة الخميس الجمعة في حدود الساعة 2:30 صباحا وعلى متن طائرة خاصة. الرحلة استمرت لأربع ساعات وخمسين دقيقة جوا وحطت بمطار بورت هاركوت الذي يبعد عن معقل إنيمبا بحوالي 100 كيلومتر تقطعها الحافلة في ظرف زمني لا يقل عن ساعتين نظرا لوعورة المسالك وحالتها المهترئة، لتصل بعثة الوداد إلى مدينة أبا. وبخصوص التغذية، لا سيما وأن المطعم المتواجد في الفندق لا يتوفر على مقومات الصحة الغذائية، يبدو أن الوداد وضع هذه الإشكالية في الحسبان واصطحب طباخا لهذه الغاية ومؤونة تكفي لرحلة السفر العسير. التدريب كانت بملعب مدرسة البوليتكنيك القريبة من الفندق والتي يوجد بها ملعب شبه معشوشب، تدريب خصصت لإزالة العياء يوم المباراة. الوداد عاد إلى المغرب بتأهل من نيجيريا يساوي تأهل تاريخي إلى نهائي الأحلام. عبد الرحمن، يعني الظروف رحلة الوداد من دار البيضاء إلى أبا. الرحلة كما شاف المشاهد الكريم فالرحلة كانت استغرقت واحد الوقت اللي هو طويل. صراحة ساعات. صراحة اللي ريح هذه الرحلة هو الطائرة الخاصة اللي امتناها المسؤولين ديال الوداد البيضاوي، اللي صراحة مشكورين على هذا المجهود اللي قاموا به، هو اللي خلانا نكون وصلنا لمدينة أبا في واحد الرحلة اللي كانت ممتعة صراحة. من بعد ما نزلتم الطيارة كانت الحافلة كتسنى فريق الوداد البيضاوي باش تنقلوا إلى مقر الفندق. من بعد ما نزلنا في المطار ديال أبا، مطار ديال لاغوس، تعرضنا الحافلة ديال الفريق اللي قلتنا على ساعتين ديال الطريق عاد وصلنا لمدينة أبا. بالنسبة للتغذية في الفندق ولا حالة الفندق اللي كيتواجد بمدينة أبا؟ فندق ماشي من ديك الطراز الرافع، ولكن فندق لا بأس به الحمد لله. كانت واحد كانوا كما كنقولوا واحد لي شومبر لي المهم تقد تجلس فيهم، واخا هما كينقصوا بزاف ديال الحوايج. يعني حسن الحظ فريق الوداد فكر في التغذية وفكر في ووافقنا واحد الطباخ اللي صراحة كل الظروف تهيئت الفريق الوداد باش نعودوا بالتأهل من مدينة أبا. نعم، يعني تحدثت على الظروف مباراة وداد وإنيمبا، يعني ملعب كيف شفنا الملعب تاع التدريب يعني غير صالح بتاتا للتدريب لكرة القدم. فريق ديال أبا ما كيمتلكش، فريق ديال إنيمبا ما كيمتلكش ملعب ديالو قار، اضطرينا اننا فور الوصول ديالنا لمدينه ابا نديروا حصه ديال ازاله العياء. ما لقيناش ملعب بوليتكنيك، مدرسه اللي كيقراو فيها مجموعه ديال الطلاب، اضطرينا اننا نحيدوا العياء تما، ومرت الحصه الحمد لله في اجواء مريحه ورجعنا للفندق وتهيئنا للمقابله. لقيتوا الجاليه المغربيه تما كتسناكم؟ ما كانش شي جاليه كثيره، كل ما رافقنا هو ان البعثه اللي رافقتنا الحمد لله كان لا من الاعلام لا الناس اللي مشاو معنا صحاب الطائرة، والحمد لله كل الظروف توفرت للفريق الوداد يعني مجرد إعلان الحكم الجزائري نهاية المباراة الوداد إنيمبا وتأهل الوداد التاريخي إلى نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية، شفنا جماهير الوداد خرجت لمدينة الدار البيضاء واحتفلت بالتأهل. أنت شفتي هذه الصور، شنو التعليق ديالك؟ صراحة جمهور الوداد جمهور كبير ويستحق أكثر من يستحق اللقب ديال عصبة الأبطال صراحة، لأن إذا كان الفريق الوداد مشى في هذا المسار صحيح
الجهد الكبير كيعود للجمهور ديالو اللي مساندو واللي ساندنا طيله المشوار، وكنتمنى ان هذا اللقب ان شاء الله نهديوه له لان يستحق اللقب. نعم عبد الرحمن، نرجعوا للمباراه، يعني دوكاستل دخل في المباراه بخطه 4-2-3-1، يعني لاعبين كل شيء وعاوب هذه الخطه والمسؤوليات، المسؤوليه التاهل والعوده بالتاهل الى المغرب. المدرب دوكاستيل قرا الخصم، قرا يعني با تفرج في الكاسيت ديالهم، خدا واحد الدرايه على الفريق، دار التاكتيك اللي شافوا انه ينهجوا فريق الوداد وينجح فيه، والحمد لله دخلنا بهذه الخطه اللي 4-2-3-1، وفي الدفاع كترجع 4-5-1، والحمد لله نجحنا وعدنا بالتاهل مدينه انيبا. وكنشكر لجميع اللاعبين، الفاعليه ديال الوداد ولا المكتب المسير، صراحه اللاعبين قاموا بمجهود كبير. ما ننساش اللاعبين اللي غادروا الفريق، لا جمال العليوي، لا كريف قلوش، لا السقاط، لا عبد الحق العارف، هشام اللويسي اللي صراحه كل كيتاسف له اللي كيغيب على فريق الوداد، فاسمح لي لا نسيت شي واحد. فالجميع كيستحق هذا الوصول النهائي، وكنتمنى ان شاء الله ان هذا النهائي ما يضيعش من فريق الوداد، وان شاء الله نحقوا اللقب. نعم، كتشوفش ان فريق انيمبا ما كانش بالخصم القوي والند الكبير لفريق الوداد، كنشوفوا ان فريق الوداد يعني حاول في ثلاث اشواط المباراه في تسجيل هدف تاعو، او على محاوله الكحل كانت تكون تعطيه هدف. يمكن ما ساعدناش الحظ في بعض الفرص، ولكن ما ننكروش ان فريق انيمبا كيتعد من احسن الفرق الافريقيه، وخير دليل على انه توج باللقب مرتين. وفريق الوداد ان شاء الله عندي اليقين ان ان شاء الله غنحققوا نتيجه ايجابيه في النهائي ان شاء الله. نعم، هذا ما يتمنى كل ودادي وكل مغربي. عبد الرحمن المساتي، لاعب فريق الوداد، شكرا لك.